صباح الفل عليك، سعداء ومتشرفين بوجودك معانا ومتشرفين بالانجازات الحلوه اللي اكيد هنتكلم معاك عنها وعن تفاصيلها، بس احنا عايزين بقى ايه نبتدي القصه من اولها. من اول البدايات لغايه ان شاء الله دي مش هتكون النهايات، ولكن لغايه التاهل لبطوله العالم للبلياردو اللي هتقام ان شاء الله. ومن ساعه لما كان ستة. عندنا من سنه ونص يا كريم لغايه دلوقتي برضو عملت ايه ما شاء يعني؟ الله. طبعا انا شرف لي ان اكون معاكم مره تانية، وصباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدينا الكرام. بدايتي في السنوكر كانت من 12 سنه تقريبا. بدايتي انا كنت بلعب كوره اصلا. بعد كده شاء القدر ان انا اتحولت من الكوره، وكان حلمي ان انا ابقى لعيب كوره، بقيت لعيب سنوكر. بس الاول كنت هاوي ولا كنت حاططها في دماغك؟ كنت هاوي كنت يعني كنت بخلص تمرين الكوره واروح العب مع زمايلي بلياردو بينج بونج، لحد ما لقيت السنوكر شدتني جدا. ابتديت ان انا واحده واحده كهوايه ابتديت ادخل الفريق، ابتديت اخش بطولات، ابتديت احقق. دي كانت بدايتي لحد ما الحمد لله وصلت لبطل افريقيا ما شاء الله. يعني لو كنت بطل العرب كمان في مراحل يعني يمكن سابقه، يعني مع البدايات اللي هو مسيرتي يعني ابرزها ان انا كسبت بطوله العرب مرتين 2018 2019 وبطوله الجمهوريه الناشئين 3 سنين متتاليه 17 18 19 ما شاء الله. واخيرا البطوله الافريقيه، واخيرا البطوله الافريقيه السنوكر السكس ريد، دي كانت في شهر 6. الحمد لله يعني انجازات ما شاء الله عليك. حاجه مشرفه جدا. يعني كان حلم بالنسبه لي، وكان تارجت انا ما كنتش لسه حاطه يعني في السنين دي، كنت لسه يعني شايف نفسي ان انا يعني كان لسه ان انا ابذل مجهود زياده، بس الحمد لله ربنا كرمني وتأهلت لبطولة العالم للمحترفين ان شاء الله في تايلاند. موفق فيها ان شاء الله. يعني ان انا اكون في بطولة مع المحترفين، ان انا كان دايما هم يعني الرول مودلز بتوعي. طب. ان شاء الله اكون معهم على نفس الترابيزة، ده حلم يعني حلم كبير يعني ان شاء الله. كمان يعني انا شايف ان انا مش بس ان يكون شرف مشاركة، لا انا ناوي ان شاء الله ان اتمرن وابذل قصارى جهدي ان انا انافس، وان شاء الله انا يعني مستعد لكده باذن الله.